طب هي الطحالب دي بتدخل في اطعمه خاصه بينا؟ طبعا الاصفار الغذاء بتاع الاصفار مهمه جدا. انت عارف حضرتك انا لسه بقول لك من شويه زي ايه بقى بتاعت اللي هي خاصه بالاطفال؟ لا البان مثلا مركبات فعاله مهمه جدا في نموها للعين للجلد. احنا بنعمل من الجلد دلوقتي، انا كنت مجهز لك تحت في مكتبي المركبات اللي احنا سجلناها علشان خاطر اغراض مختلفه. فعندنا مثلا كريمات، الكريم بتاع الجلد زي ما بيعجز كده عندي بتدهنه بيزيل التجاعيد، الوش، الهالات السوداء اللي حوالين العين، الحاجات دي بتيجي غاليه جدا لا تتخيل يعني. طب واللي انتوا سجلتوه ده بتصدروه لبره؟ في مركبات بتبقى منتجه من الطحالب ده من الناس بتفضله ليه؟ عشان ده مصدر طبيعي بيسموه ناتشرال برودكت. فانا هقول لحضرتك حاجه، مثلا الاسرائيليين في ايلات، انا رحت ايلات شفت هم عاملين هناك بيجيبوا ذهب من مزارع الطحالب اللي عندهم في مشروعات مشتركه مع اليابان. عندهم حاجه اسمها دونيلا، الدونيلا دي طلعوا منها المركبات اللي يعالجوا بيها امراض مختلفه. طب ايه اللي بره بيستخدم في صناعه في صناعات مشهوره بقى؟ ما انا برضو كده من الطحالب برضو. يعني انا قريت ان مثلا المكرونه، المكرونه دي بيسموها اضافات غذائيه. لا دي كريم. يعني المكرونه ممكن يضاف عليها طحالب؟ ايوه طبعا. وايه تاني؟ اي اكل بشكل عام؟ السبانخ مثلا، العيش، يعني حاجات كتيره جدا. بتوع الصناعات الغذائيه شغالين على الموضوع ده، على الشوكولات، على حاجات، بحيث ان هم يشوفوا ايه المنتج بتاعي ناقص ايه ويكملوه وايه قيمته الغذائيه، وبعدين يبتدي يبيع السعر اللي هو عايزه.